كيفية سجود التلاوة؟ سجود التلاوة أن الإنسان إذا مر بآية فيها سجدة من سجدات القرآن يسجد، إن كان واقفا سجد، إن كان جالسا ما يحتاج أنه يقف، يسجد من جلوس، يعني هو جالس يسجد للتلاوة. لو كان في السيارة كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يثني رأسه يعني الأمام قليلا، يعني إيماء بالسجود وينظر الأمام يعني، ولا يطيل حتى لا يعني يعمل حادث أو شيء كذا. فالقصد أن سجود التلاوة وليس لسجود التلاوة ذكر خاص، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء في سجوده للتلاوة، فليس هناك ذكر خاص لسجود التلاوة. واختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة يعني من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة أو لا يشترط، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والذي قال إن سجود التلاوة صلاة، طيب، قالوا يشترط له كل ما يشترط للصلاة، فاشترطوا استقبال القبلة وستر العورة والوضوء لسجود التلاوة. ومن قال سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو سجود ما له شغل في الصلاة، ولذلك لا يشترطون استقبال القبلة ولا الطهارة ولا ستر العورة، متى ما جاءتك الآية مثل واحد يقرأ من حفظه مثل أو المرأة قاعدة ببيتها خلينا نقول ملابس البيت وكذا ومرت بآية السجدة فسجدت بدون ستر يعني لبس الصلاة وكذا، فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس بصلاة، وإذاك لا يشترط سجود التلاوة استقبال القبلة ولا الوضوء ولا ستر العورة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.